قلت لك لما حاجتك انت ورايحين في الوقت المناسب. عارفه لو كنت اتاخرت دقيقه كمان في بيت سالم كنا روحنا في داهيه كلنا. انت كنت عارف ان كل ده هيحصل؟ كنت حاسس واحساسي طلع في محله. الراجل اللي نروح له ده امانه يا سعيد؟ قربنا يا عم ماهر، وراجل سيطره جامد يعني مش اي كلام. الراجل ده قصته ايه؟ عمل قرشين وراح فتح المصلحه دي بعيد عن الناس وفكوا من البلد خالص. يبقى يا باشا حكايه الطار دي هتدخل عليه ولا نفكر له بدخله تانيه؟ يا باشا ولا تانيه ولا تالته، انت الدور جه عليك في الطار وخلصت يا عم ماهر. وبعدين ما انت سامعني وانا بكلم الراجل، الراجل اللي قال عشان ايه ولا ليه؟ فاحنا نصعبها على نفسنا ليه؟ يا باشا نصعبها على نفسنا، المهم ندخل بفيلم الراجل اللي يصدقه. المكان اللي هدخله ده مش ينفع اتحرك منه، حركه اخوك ما بقتش سهله. لحد ما نقدم مصلحتنا ونبقى نتكل على الله. دخلتك على الرايق بعون الله، وما تقلقش من اي حاجه، الراجل ده ابن بلد زيه وزيك، وانت برضه هتمد ايدك معاه في المشحمه وهتساعد لحد ما المصلحه تقوم. طب المكان ده شكله شقه ورد، مش عايز اخدكم معايا. تروح لاختك؟ اختي ده ايه؟ رجلي على رجلك، انت قلت اللي هيسر عليك هيسر علينا. بلاش نتفرج مع الدنيا ما. مش عارف، بس من شارع لبيت لسكه تانيه ربنا وحده العالم بيها. يا عم انا مش قلت لك امان؟ الراجل مظبط كل حاجه ونروح كلنا برابطه المعلم كده. اهو بيقول لك امان اهو. وبعدين السكه الجديده دي اكيد امن من بيت حياه، بيت حياه فيه رجاله تواجهه والبوليس رجليهم راحه جايه عليه. وبنت مش عايزه شحطتكم معايا تاني. خليني مع بعض يا مير. الشده بتبين المحبه. ما بقتش عارف احبك اكتر من كده ايه. منورة يا سعدة. طب انا هكلم الراجل بقى يظبط لنا المكان ويعمل لنا لقمة حلوة. ايه يا ماهر؟ الشريحة دي يا باشا انت مش هينفع تتكلم بيها تاني. والراجل ده انت مش قايله ان احنا جايين له الليلة دي؟ قايله. مش انت عارف مكان المشحمة؟ عارف. طب امال تكلمه ليه؟ احنا ما نعرفش مين ورانا ومعاه ايه علينا. وانت مش قلت لي ان انت مش جايب سيرتي لا مع جمال ولا اي حد؟ يا باشا مش جايب سيرتك مع اي حد. بس نحرس ولا نتجرس؟ نحرس. يلا بينا. يلا يلا حاج رحيم. اركب ورا مع الجماعه بقى. طب براحتك.